احلى وصفه للتخسيس. ده بليله قمح، يعني بليله هنحطها في طبق بسرعه. ودي كنافه، وكنافه ناخد معلقه كنافه. ومعانا كوباية لبن، هاتي لبن دي. سكر مطحون، واللي هيعملها هيخس 10 كيلو في اسبوع. الوصفة الجامدة. قشطة، حتة القشطة دي الحلوة دي عشان برضو ايه تخسر حتة حلوة هيك اهي على جنب. ننزل عليها بايه؟ معلقة العسل ابيض على القشطة، على القشطة بس. وصفة ونبدأ بسم الله. ونعمل زي أكلة عدنان ونقول الله الله. ونعمل الرعشة الكبيرة. قولي بصراحة إيه رأيك؟ تعالى يا احمد خد حته واستنونا في فيديو جديد.